يا عبد الله يا فهودي يا ابويا يا شباب يا محروم لا اله الا الله يلا شيد لا اله الا الله لا اله الا الله ولا الذمه حال له ابو شيد رحنا على روحه الله يا وادعوا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انزله منزلا مباركا حسنا طيبا انك خير المنزلين يا الله. يا الله. رب اغفر له وارحمه وانك ارحم الراحمين يا الله. يا الله. اسمع يا عبد الله وابن عبده. يا فهد هذه الشهادة ذاتاك الملكان نازلان منزلان من قبل الله عز وجل وأجلساك وسألاك عن أمور دينك ودنياك فلا تخف فلا تحزن وقل لهما بلسان فصيح ولسان عربي صريح المليح الله جل جلاله ربي محمد خاتم الأنبياء المرسلين نبي الإسلام ديني القرآن كتابي الكعبة قبلتي الحوض شرابي